لان المحطه نتاع القراره تخلفنا عليها شويه. فالاخوان لا نعرف راني عارف اني وعدتهم بها نروح لهم لكن جاوا الاعيان نتاع القراره للقاء هنا، تلاقينا الاعيان نتاع المالكيين والاباضيين، ووجدت استعداد طيب لكل الاخوان من اجل رأب الصدع، جمع الكلمه، والحرص على وحده الصف، والذهاب الى الانتخابات يوم 17 افريل باذن الله.